وجود النادي الاهلي هنا يعني اكيد في مطالب انت شايفها، في حاجات انت شايفها محتاجها في فرع النادي الاهلي الجديد في الاقصر كمواطن في الاقصر، ايه اللي انت طالبه، ايه اللي انت محتاجه؟ احنا طالبين نهتم بالبرامج الصغيره اللي طالعه دي، عايزين مدرسه ناشئين هنا، هنا في مواهب والله العظيم ما اقولكش. هنا ما فيش ملعب هنا في الاقصر بصراحه، فاحنا المعتمد نسد النادي الاهلي، كل البرامج دي هتطلع هناك وكل الاجبات دي هتطلع من عندك من سن 8 سنين. دول كلهم اولاد واولاد اختي، دول عارف بنروح بنلعب فين؟ في الساحه. فاحنا لما يكون حاجه زي كده في براعم في مواهب هتلاقي كبيره جدا، وهتخدم مصر وهتخدم النادي الاهلي وهتخدم الدنيا كلها. ناسنا برضو انا يعشق الكوره جامد، بالنسبه لنا الشعب الاقصر طبعا يعشق النادي الاهلي من زمان، فهم متوقعين ان النوادي هم عايزين النوادي عشان هم يحبوا الكوره جامد، اكتر حاجه يحبوها هنا كره القدم، يهتموا بالاطفال الصغيره الكوره. يعني مثلا احنا عندنا في الاقصر ما عندناش ولا مركز شباب ولا اي حاجه اللي هو يهتموا بالاطفال ولا العيال الصغيره ان هم يلعبوا كوره والحاجات دي. الاهتمام يعني بالبراعم ده رقم واحد، والاهتمام طبعا بالرياضه باللبس بالاكلات، يعني توفير كل الاحتياجات يعني بتاعتهم بشكل عام. المفروض يبص للمواهب بتاعت الصعيد، المفروض يبصوا للأطفال السن الصغيرين، يروحوا مدارس، يروحوا يتابعوا مواهب، يفتحوا مدرسة كورة. بالنسبة للصعيد هنا برضو عاوزين الأسعار، يعني مدارس الكورة تبدأ أسعار كويسة، يروحوا وحيطلعوا مواهب من الأقصر، وحيطلعوا الأقصر دي كبيرة، في أرمانت وفي الزنية وفي العوامية، ويبتدوا من الأطفال الصغيرين، وإن شاء الله كله خير للنادي الأهلي، كله خير في تقدم وبطولات، ده اللي عاوزينه. تيسيرات شويه تبقى مثلا كرسوم مثلا تبقى خفيفه، تبقى مثلا ما فيش مثلا بالنسبه للرسوم مثلا لو هتجيب حاجه، لا تبقى حاجه حنينه، لان برضو الناس ظروفها تعبانه. وخلي بالك عندنا هنا مواهب حلوه خالص برضو والله، يعني وفي امثله كثيره ان يعني عند المواهب عندنا في الصعيد، بس ما فيش اللي هو بيكتشفها. ليه؟ انا عشان اخد ابني واروح بيه مصر واوديه نادي الاهلي، فبرضه كل هذه تكاليف بتبقى عليها هنا، لكن معنى ان تبقى في قناه عند فرع عندنا احنا هنا في الاقصر، دي حاجه هتوفر علينا كتير.